مرحبا اسمعي بابا، قل له فتح قناته، ها العائل يسمع. رميان والله والله ما تدرى خالته فريدة انه انتو ما عم تسمعونا، والله لتزعل منكم ميكي ميكي. بعروبتي لازم تسمعوا على قولة الرفيق مطارق، وعاقل يسمع. اول مبتغون اول خليكم اسمعونا، لانه اذا دريت فوزي انه انتو ما عم تسمعونا وهو بتنجي فينا تاني. اسمعونا ايه وعاقل يسمع. وعاقل يسمع. يا ميت أهلين وسهلين بأخي أدري، مد إيدك، هدول كعكات العيد أنا بإيدي، هدول مو إيدي قصدي فوزية بإيديها مساويتون. لغ عراسي يا بدر، عراسي لخاي عراسي، بس والله والله مالي نفس مالي نفس. طاول طاول طاول. يو شفك هيك قالب وشك كأنه ميت لك حدا. لك لا يا أدري لا، الدنيا عيد لازم تكون مبسوط. لك يا خاي منشان إيش بدي أكون مبسوط؟ آه أبوس إيدك، منشان إيش بدي أكون مبسوط؟ على أساس الناس كتير يعني يا خيو معتبرها العيد وشيلته من أرضه. غميان والله هو معك حق، ها الناس صايرة مو مثل قبل، ها ما بتفرح كتير يعني. قبل كنت تحس في عيد عن حق وحقيق. ايه ها شفت شفت معك واسك أخي أدري، كل مرة بقول لحالي بدي أسألك سؤال وبنسى أوقات، وأوقات يعني ما تأخذني بهالكلمة بخجل منك يعني. لا لا خايا بدر اشباك، لا ما حبيتها منك طاولة، لا تخجل، سأل سأل. اللي بيستحي من بنت عمه ما بيجي ولاد. لا لا ايه الحمد لله والله ما استحيت نهائي، الحمد لله الله اكرمني واجاني ولد، مع انه انا كتير هاب استحي، واذا مو مصدقني اسأل فوزية. لا خايا ما بدي اسأل ولا اتسأل، انت اللي كنت بدك تسأل بقى اسأل، ولا تفرش معلقك هلأ. ها هلأ هاي المعايدات اللي بنسمعها بين الناس خيو من وين يجي؟ شو معناتها؟ لك عطول بسأل حالي شو معناتها وشلون اخترعوها وما بعرف. مثل ايش يعني؟ يعني وقت الناس اوقات بتقول لبعضها انه رمضان كريم، انه شو السبب برأيها؟ رمضان كريم؟ حلو والله. ايه ايه انه اشرح لي من وين جابوها يعني، شو بيقصدوا فيها؟ هذا يا سيدي لانه الناس بتكون بقى متأملة انه هيك برمضان وهالصيام رب العالمين بغسل لها ذنوبها على أساس. أيوة هلا فهمت عليك، ومشان هيك بيقولوا لنا رمضان كريم. مو بس هيك، شو كمان؟ يعني هالناس بتقول لبعضها أنه رمضان كريم لأنه يعني بتحس الناس برمضان هيك يعني حل عليها المحبة والتسامح، وبتلاقي هالناس حيسي بالفقراء والمساكين وعم تتحسن عليهم. جدي البكوة هاش تسألني هاش تسألني يا أبو بدر. ايه وعم يبعثوا سكبات وأكل لبعضهم. لك ايه وبتلاقي هالناس حيسي ببعضها يعني. طول بالك لك أدري، كتر خيرك طول بالك، هاش تبكي. هلأ فهمت ليش الناس كلها بيقولوا لبعضهم رمضان كريم. كتير منيح أخي أدري. إشو روحي إشو. كمان بدي أسألك سؤال. سأل خيو سأل. لما هالناس بيقولوا لبعض إنه فطر مبارك أو أضحى مبارك، إنه ليش مثلا؟ شو معناتها؟ هي بقى لك يا أب بدر إلا هيك يعني دلالات دينية، عرفت علي شلون؟ شرح لي أخي شرح لي، ما بدي ضل هيك مثل الطلطميس مالي فهمان شي. مو على راسي أمورك، أنا أمورك طوشتني بزمورك. راي أشرح لك إياها، إنه عيد الفطر لأنه بيجي بعد رمضان بقى الناس بتتبارك بنهاية رمضان وهكذا، وعيد الأضحى لأنه مثل ما بتعرف إله علاقة بقصة سيدنا إبراهيم، فكمان الناس بتتبارك بهذا العيد. أيوة يا عيني عليك يا عدري يا عيني عليك. تعالي شوي يعني أنا لو ما بعرفك أنا كنت بدي ضلني هيك مثل الأجداد، مو عرفان الله بين حاططني. قلت لك أنا قلت لك من الأول، إيش ما بدك تسألني سأل. أخي أدري إيشو روحي إيشو. الله يوفقك الله يوفقك. آخر سؤال آخر سؤال. تفضل خيو تفضل، نفخت لي معلاقي. إنه لما هالناس بتقول لبعضها بالعيد إنه ينعاد عليك، إنه شو معناتها؟ أبدر أبدر بدي ليحك. ها ايش هاد؟ هي بدها شرح لخاي؟
هاي بدها شرح أبا دور. ليش شو سهلة؟ والله ما بعرف. كول كول كعك طيب كول. وحنان بامشان سؤالك هاد أنا ما عاد بدي أكل كعك، مالي نفس لأنه. ليش شبو؟ شو يعني نعاد عليه؟ معناته على المزبوط على المزبوط هوك أنك بتقول للعالم تعيش وتاكل غيره. شي؟ ليش بقى؟ لأنه أنت إيش بتكون عم بتساوي؟ بتكون عم تتمنى للواحد يعيش للعيد الجاي وما يجي شي جلطة أو فالج لأنه فضيت جيبته وحط اللي فوقه واللي تحته هق لبسه أكل. أيوة إيه فهمت عليك فهمت عليك. إيه منيح اللي فهمت؟ يبعت لك حدفة قال إنه إيش هو عيد الأكل ولك ما ضل معي ولا نقلة ولا نقلة واندينت لسنة سلف. اي والله وانا مثلك. اي نعاد عليك لكن. والآيل اخي ادري والآيل كول كعك. ولك يبعت لحتف ليلي قالت لأمك مبارك ما اجاكي. لك ما بدع الزهرة مكعك. انه اشتا العيد هاد بس الاكل. حل عني يا حل عني. العمى. عمرك. اوبا. مرحبا. اسمعي بابا يلا فتح قناته ها العائل يسمع وميان ايو الله والله ما تدرى خالته فريدة انه انتو ما عم تسمعونا ايو الله لتزعل منكم ميك امي بعروبتي بعروبتي لازم تسمعوا على قول الرفيق بطارق وعاقل يسمع اوه الكفيكم اسمعونا لانه اذا دنيا فوزي انه انتو ما عم تسمعونا والله بتنجي فينا تن اسمعونا ايه وعائل يسمع وعائل يسمع